خذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-360-0101 021-360-0102 أو الرقم 021-360-0103. ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. قبل الاتصالات، في مجموعة أسئلة من الحلقة السابقة لي، الأخ منصور من زديتن يسأل، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ونعجة ولي نعجة واحدة، ما يسأل عن حكم النعجة؟ له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يسأل عن معنى النعجة. هذه القصة اللي جاءت في حق داود عليه السلام فيها مجموعة من الإسرائيليات أو روايات إسرائيلية، والرواية التي تروى عن المفسرين فيها نوع من الإشكال. هي الآية: هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال له أنت عندك نعجة واحدة وني عندي 99، قال له أعطيني النعجة متاعك وغربني في المناقشة وعزني في الخطاب. فكان جواب سيدنا أو سيدنا داود، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إلى هنا لا إشكال. الإشكال في وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الروايات الإسرائيلية، ونحن كمسلمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب علينا تصديقها ولا يجب علينا تكذيبها، هذا إذا كانت تتوافق مع الشريعة. أما إذا كانت تتخالف مع الشريعة أو لا توافقها، في هذه الحالة يجب علينا تكذيبها. الرواية الإسرائيلية تقول إن سيدنا داود كان عنده 99 زوجة، والنعجة هنا كناية عن المرأة. قال كان عنده 99 زوجة، فشاف زوجة واحد من الجند جميلة أعجبته فأراد أن يتزوجها، وما يقدرش يتزوجها لأنها متزوجة من الجندي. فقال فبع، هذه الرواية الإسرائيلية تقول فبعته في الغزو لعله يموت فيتزوجها من بعده. ولذلك الآية لما جت القصة هذه، هذا الواقع لما هادوا تصوروا على سيدنا داود، هو كان يعني منغلق لا يستطيع أي أحد الدخول إليه،
وكأنها مثل، وكأنها سيقت إليه مثل ليتذكر أن كما هذا الشخص ظالم لأنه أخذ النعجة إلى 99، فأنت يا داود ظالم لأنك تريد الزوجة إلى 99 زوجة من ذلك الذي له زوجة واحدة. قال فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يعني هذه وكأنها تنبيه لسيدنا داود. هذه الرواية، الرواية هذه لا نقول نحن لسنا مأمورين بتصديقها ولا بتكذيبها، لا ما ينفعش، لأن هذه لو كانت لأحد الناس لكانت سبة ومثبة فيه، فما بالك وهي لنبي يبعث باش يموت باش هو يتزوج مرته، وبالتالي نحن مطالبون بتكذيبها هذه الرواية لأنها تخالف عصمة الأنبياء. إذا ما دام القصة عادية، هما فعلا خصمان وسألوا على سؤال عادي، ما الداعي لسيدنا داود أن يستغفر ثم يخر راكعا وينيب؟ قال الداعي لذلك أمران. الأمر الأول أنه كان قاضيا بين الناس، والقضاء بين الناس أهم من العبادة. يعني إني سكرت عليهم البيبان لدرجة أنهم مضطرين إلى التقاضي، فنقزوا من فوق السور تنقيز، وكان علي كقاضي أن أفرغ نفسي للقضاء أولى من أني أتفرغ للعبادة، فهذا الذنب الأول. وكأنه استفاد منه أنه يفتح أبوابه للمتخاصمين لكي يقضي بينهم في أمورهم، وهذا أنفع له وللمسلمين وللبقية الناس من تفرغك للعبادة. طيب المدرسة بحسن يعطي حصة ولا يمشي يتنفل ويعطي صلوات وسيب الحصة؟ هذه ليك بينك وبين ربي، لكن هذه واخذ عليها أجر والطلبة يراجوا فيك والوقت محسوب، وبالتالي هذه زي هذه تؤدي عملك أفضل من أنك تتنفل بالعبادة. فكذلك هنا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال المفسرون أنه حكم له دون أن يسمع الآخر، بمجرد قال له راه عندي عنده 99 واني وحده، وقال لي اعطيني واغلبني واخذها مني بحسن بيانه، ما سيدنا داود لم يستمع الى الطرف الاخر وحكم مباشره، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. وبالتالي راى ان هذا الامر بعد ان تم الحكم راى ان هذا الامر مخالف للصواب، وانه كان عليه أن يسأل الخصم الآخر قبل أن يقضي بينهما بالحكم الذي أصدره. فهذه الرواية، النعجة هنا ليست كناية عن الزوجة أو عن المرأة، وإنما هي النعجة الحقيقية. والقصة هذا ما يفسرها به مفسر الإسلام، وتفسيرها بالإسرائيليات هنا فيه تعارض مع شريعتنا، وبالتالي نحن مأمورون بتكذيبها. غير ذلك من القصص الإسرائيلية التي توافق الشريعة، لا أنت مجبر تصدقها ولا مجبر تكذبها، عادي تب تصدقها باهي ما تبيش تصدقها باهي. السؤال الثاني من الأخ عبد الباسط من طرابلس يسأل، قال توفي عن بنتين وزوجة وإخوة، وقال كل ما أملك لبناتي. طبعا هو استفسرت منه، قلت له هل هو هذا هبة ولا هو وصية؟ ما ردش. إذا كانت وصية، والوصية هي التمليك لما بعد الموت، يعني الآن أنا أستنفع بأموالي وبعد ما نموت ثلثي هذا ولا السدس ولا الربع ولا اللي هو اللي وصيت به ما دون الثلث أعطوه للجهة الفلانية، يعني الجهة الفلانية لا تملك إلا بعد موت الموصي، هذا اسمه وصية. هذه وصية باطلة ولا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، والحديث وإن لم يكن صحيحا إلا أنه أجمع أهل العلم على الأخذ به وعلى الاحتجاج به. قالوا لأن الموصي أو الموصى له قد اكتفى بما جاءه من الميراث عن الوصية، وبالتالي
إذا كان هذه وصية نطبق عليها أحكام الوصية ونقول هذه وصية لوارث فهي باطلة ولا تنفذ، وكل أملاكه تقسم حسب الميراث. فإذا كانت هبة ننظر ما حازته البنات قبل موته، قال كل أملاكه هو، لو كان عنده سيارة وبدو يسوق فيها قبل ما يموت هذه يختص بها هم، لو كان عنده أرض ولا شقة ولا محل وبدو ياخذوا في إجارة أو غرسوا الأرض أو حرتوها أو حفروا فيها بئر أو فعلوا فيها فعلا يدل على تملكهم إياها قبل موت أبيهم، في هذه الحالة نقول هذه ليكم وما تخشش للميراث. أما المال الذي بقي في حسابه إلى أن مات مثلا، أو البيت الذي بقي يسكنه إلى أن مات، أو السيارة التي يقودها إلى أن مات، أو الأرض التي لم تفعل بها البنات فعلا يدل على التملك، فهذا كله فيه الهبة باطلة، وما دامت الهبة باطلة يدخل للميراث بين الجميع. فهذا الفرق. ثم هذه الهبة فيها نظر آخر عندما يقول كل ما أملك لبناتي وحاز البنات كل شيء، هل هي صحيحة 100% ولا مرجعها إلى نيته؟ قالوا مرجعها إلى نيته، بمعنى إذا كانت نيته حرمان إخوته من الميراث فنقول هذه هبة باطلة ولا يعتد بها، ويعامل بنقيض مقصوده ويوزع كل المال على الورثة. أما إذا كانت نيته طيبة وهي حماية بناته من ظروف الزمن، ممكن لو خوته بياخذوا منهم في الحوش بقية الأموال معاش تكفيهم من بناء بيت، وبالتالي يصبحنا مشردات أو يصبحنا فقيرات، وبخاصة إذا كنا غير ذات أزواج، وبالتالي إذا كان نيته من هذه الهبة هي نيته الأساس حماية بناته وحاز البنات جزء من الهبة أو كل الهبة، نقول هذه هبة شرعية واستنفذت الشروط فلا حق لأحد مع البنات فيها. أما إذا كان قصده حرمان الوارث، أو كان قصده أنها إذا كان قصده حرمان الوارث أو لم يحز البنات شيئا من التركة فكلها تدخل في التركة ويستفيد منها الجميع. الأخ عبد بالحاج من ودان يسأل عن الحديث اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا يغادر بمعنى قال المفسرون لا يترك، وإن فيه سقم يأتيه هذا الشفاء ويكون معه ويزيله، هذا معنى لا يغادر سقما، وليس معناه أن السقم يقعد معه الشفاء، لأنه إذا دخل عليه الشفاء زال المرض. الأخ المهدي من إذا كان في اتصالات نستقبل اتصالات، أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل بقية الإجابة عن بقية الأسئلة، ونستقبل اتصالات جديدة إذا وجدت بإذن الله تعالى. حاجتنا حضورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. هناك ضخ إعلامي رهيب، وهو أن دار الإفتاء لا تريد الصلح وإنما يهمها إراقة الدماء فقط، والمفتي يعني يتكلم عن الدماء ولم نسمعه مرة يتكلم عن المصالحة. رعت دار الإفتاء في سنة 2012، وكان يعني كانت المصالحة بين غريان والأصابعة عندما صار هناك اقتتال، رعت دار الإفتاء الصلح، وكان في ذلك الوقت الرئيس عبد الرحيم الكيب رحمه الله، والشيخ هو الذي رعى الصلح ودعا رئيس الوزراء ودعا وفدا من الأصابع ومن غريان، وتم الصلح في مقر دار الإفتاء. دار الإفتاء أيضا ساهمت في الصلح بين ورشفانة والزاوية، وبركته بارك الشيخ المفتي في لقاء متلفز ما حصل بين الزنتان ومصراتة من صلح، وحث الليبيين على الاستمرار في هذا النهج،
وحثهم أيضا على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، لأن سبب المشاكل التي تتطلب صلحا بعد ذلك هو يعني إيواء المجرمين. فنصر أخاك وهو ظالم هو أن تكفه وتردعه عن الظلم وترفع الغطاء بميثاق شرف تتفق عليه كل مدن ليبيا بأنهم لا يناصرون مجرما ولو كان ابنا لمن وقع على هذه الوثيقة. فأيضا ساهمت ورعت وباركت دار الإفتاء الصلح الذي حصل بين الزنتان والمشاشية في الشقيقة، كل ذلك أو مسرات أو تورغة، بل قال الشيخ هذه هي المصالحة الناجحة التي لم تتدخل فيها بعثة الأمم المتحدة. كل مصالحة قامت على يعني عدم رعاية من الأمم المتحدة قامت على أسس سليمة استمرت ناجحة إلى الآن، لكن المصالحات الفاشلة التي كانت لأسباب سياسية كما نرى الآن مثلا من ممن رعى الصلح بين مهجري بنغازي وحفتر، الحقيقة أنا أنظر إليه بمنظور أن المخابرات المصرية يعني ضحكت على هؤلاء وأرادت أن تلمع حفتر من خلال تمرير هذه المصالحة. وهم عندما فاجأهم حفتر في 4-4 قالوا خاننا حفتر وخدعنا حفتر، فلا أدري أي سياسة ينطلقون منها. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. باقي سؤالان من الحصة السابقة. قال الأخ المهدي من الجنوب: غسل الجنابة مع الصابون هل يجزئ أو لا يجزئ؟ في مذهبنا وفي الشافعية والحنابلة لا يجزئ إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق. الماء المطلق تعريفه هو الماء الباقي على أصل خلقته، كما خلق الله تعالى ماء البحر، ماء الندى، ماء المطر، ماء البئر، الباقي على أصل خلقته. فإذا تغير بشيء طاهر يصير ماء طاهرا ينفع في العادة ولا ينفع في العبادة. فإذا تغير بماء نجس صار تغير بشيء نجس صار نجسا لا ينفع لا في العادة ولا في العبادة. فالصابون هنا شيء طاهر، إذا خالط الماء لا يجوز الاغتسال به، بمعنى إذا اغتسل الإنسان مباشرة بالماء والصابون دون أن يدلك كامل جسده مع الماء المطلق نقول له غسلك باطل، لأنه لم يكن بالماء المطلق وإنما كان بالماء الطاهر، والماء الطاهر لا يزيل الخبث ولا يجوز به الوضوء ولا الغسل. عندنا اتصال. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها السيد عبد السلام. يا مطيب يا شيخنا. الله يبارك فيك. نحن عندنا بعض الأسئلة من ناحية أنا نبي شفافية ومصداقية، يعني تو دين الإسلام دين الرحمة ودين الوصل ودين عدالة، ولا إن شاء الله دين الإسلام دين عدالة ورحمة وسلام. والله تولتم حرمتم مع نفسي وحرمتم بينكم وجعلتم محرم بينكم. صحيح. لو نحن فليك شيخ كان عندنا جالية يهودية في 67 هم الكاملات، أنا هل تعوضهم من الدولة ولا أملاكهم؟ شنو هي معنى 67؟ الجالية اليهودية كان عايشة في بغدادي في 67 منطقة شرقية. إيه ايه اليهود ابناء العمومة، ابناء اخو يعقوب يوسف ابناء عمومة، هذا قرآن مش انا اللي جاينا. عموما عظم كانوا عندهم مملكة في ليبيا، هل يسترجعونها او تعوضهم الدولة؟ هذا نبي سؤال عليه حقيقة، مش انا لما اكون الاسلام دين عدالة ودين حق. باه والرسول عليه السلام قال رحمة للعالمين. طب بالتأكيد بالتأكيد يعني، والرسول عليه السلام ان هو كان عادل يعني في الحكم كذا وكذا، لكن نبو حقيقة نحن نبو سماحة الدين، معاملة الدين مع الآخرين. الدين دين إسلام دين سميع، لما كيف تدخل الإسلام تدخله بالرحمة والرأفة مش بالقوة ولا بالسيف. وهم يا شيخنا أبناء عمومة أبناء أصحاب ويعقوب يوسف قلنا حلقة عليها فهمونا، وجاء أصحاب وإسماعيل خوت يا فضيل الشيخ. اسماعيل واصحاب خوت والله يا فضيلة الشيخ. هو وكان عليون هم فلسطينيون ابناء، كان عليون هم العرب وكانوا عايشين مع بعضهم اسحاق ويعقوب ويوسف
وابناء كنعان كانوا عايشين دين توحيد القدس كإقامة نحكي. لا أنا نحكي كإقامة وليس كملعونين ولا حاجة. أنا ما يهمش، أنا نحكي كإقامة. عمر بن الخطاب لما فتح القدس لم يدهم، لم يهدم معبد أو كنيسة أو كذا. اللي بيدخل الإسلام تفضل. وعمر بن الخطاب لما فتح القدس الجلباب تاعه فليس فيه خربيرة تاعه عند رمزوه فيها خربيرة تاعه عند توا. مستحيل مستحيل مسؤول عندها جلباب فيها خربيرة تاعه ولا يجيب أقلام الحمار وأمير مغني يقول في الحمار. أنا العدالة، أنا العدالة. بقى كويس بقى كويس يا أخ عبد السلام شوية بس. أنت المطلوب كيف نعوض اليهود الآن؟ ها؟ كيف نعوض اليهود؟ يعني أنت متأكد أن هم لا مش بغيز. لا هذا من حق بني آدم عنده حقوق. هذا حقوق بقى كويس. حقوقهم شرعا وهذا حقوقهم كان بفلوس. دول المغرب مش 30 مليون يهودي عايشين في المغرب ولاهم الوطن والملك. 2 مليون يهودي في المغرب. هل حد تكلم عليهم؟ تركيا لها علاقات مع اسرائيل تجاريه ودبلوماسيه وسياسيه، هل حد تكلم؟ يا اخي نحن جات في مرعى مشات هذا عمل كمين درس يا اخي عبد السلام. نحن نكسروا عليش يا اخي يا عبد السلام. يا عبد السلام شعوب قبائل التعارف يا فضيلة الشيخ باهي ان شاء الله. لكن يا عبد السلام ما تخلطش الامور ببعضها. نحن ابو حق باهي تسمع باهي تسمع الحقيقه لا باذن الله تعالى. لكن ما تخلطش الامور ببعضها. تسمع تعقيب بإذن الله تعالى. الأخ سليم من مصراتة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ الفاضل عبد المحسن. الله يبارك فيك. الخير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يرحم والديك على هذا البرنامج الطيب. الله يبارك فيك يا رب. طبعا حب نشكر كل الأخوة العاملين في قناة التراصع قناة صوت الحق. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. سمحت لي عندي ثلاث أسئلة قصيرة يا شيخ عبد المحسن. تفضل. بسم الله أعوذ بالله. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول الصلاة في المسجد هل هي شرط أم سنة أم واجبة؟ باه. السؤال الثاني هل هبة الأب لابنه لا تحرم الابن من نصيبه من الميراث؟ هبة؟ هل هبة الأب لابنه لا تحرم الابن من نصيبه في الميراث؟ باه. السؤال الثالث من الذي يعفى ويمنع من طواف الوداع؟ يعفى. من الذي يعفى ويمنع من طواف الوداع؟ ويمنع شيخ عبد المحسن. باه. وبارك الله فيك ويرحم والديك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأخ أبو أحمد من نصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تو الإنسان لما يحول تحويل لتونس مثلا النقود. إيه. طبعا نظرا لوجود مشاكل في المعبر سواء في المطار أو سواء في رأس الدير. إيه. ما يخلوش الدخل وأنت ما في علاج. إيه. نضطر نحولها من هنا وبعدين بنعدي ناخذها غادي. إيه. ما فيش قبض هنا على أساس نحطها هنا عند الحوالة والحوالة تحولها يد قدامي غادي. ما عاد في مشاكل بعدين في الحدود في المطار. هم يجوا في مشاكل توا يخرجوا في مشاكل بشكل ماهيش واضحة يعني. غرى شوية أخ أبو أحمد باش نقدروا. أنت لما بتحولهم لحساب معين غادي ولا بتحولهم ليه؟ تحول غادي تلقاهم قدامك ما فيش قبض ولا في ليبيا ولا يعني الحساب ولا لشخص؟ لا تحول غادي للحواله حتى غادي الحواله بيعطوها رقم سري تاخذ ولا لا؟ يعني رقم سري في مصرف ما يقدرش يقبض حتى واحد منهم. يعطيك رقم مصرف تمشي للمكان بعدين يقول لك انا عندي المكان الفلاني وهذا رقم سري بتاعك انت يعطوك فلوس غادي في تونس. يعني زي الويسترن يونيون يعني رقم سري تمشي للشركه ولو بعد 100 سنه تقولهم عند الرقم السري يلقوا اسمك ويلقوا المبلغ الذي تحوله ولا؟ ايوه اسمع غادي يعطوك فلوسك. تمام هذه واحده. السؤال الثاني انت لما بتحول ليبي ويمشي دولار ولا بتحول دولار تلقاه تونسي ولا شنو؟ بتحول انا ليبي ولا دولار في الفوارق يعطوكم تونسي غادي. صار بتحول ليبي ولا دولار تلقاهم تونسي. هم بيعطوك غادي تونسي يعني. باي تمام باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. يرحم والديك. ماشي والدنا والديكم.
أخ محمد من الخمس. أيوه. السلام عليكم. نعم. أيوه سيد محمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. دكتور عبد المحسن. الله يبارك فيك. مرحبا دكتور عبد المحسن. الله يبارك فيك، تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله. بارك الله فيكم في الإذاعة القيمة الرائعة. بارك الله فيك. نسألك على سؤال ولكن شوية هيك بنحاول نختصره. تفضل. واحد تزوج بعض مراته الأولى، مراته الأولى جايب منها صار. بعدين طلقها وزوج واحدة ثانية. ما عندهاش ما يملكش إلا منزل واحد. المنزل هذا هل هو من حق الورثة ولا من حق المرأة اللي زوجها الأخيرة اللي هي ما جابتش عندها صار؟ هو توفي الآن. نعم. توفي هو هذا الشخص. لا ما توفاش. عندما يتوفى هل هو يبقى ملك المرأة الأخيرة ولا الملك المرأة المطلقة وصغارها متزوجين كلهم عندهم وصغارها متزوجين؟ قداش ليه مطلقها؟ ليه فترة يعني؟ فترة. باي ليه فترة طويلة. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي بالك نصبقك أنت الأول. ممكن نكتفي مش عارف. ابراهيم من مصراتة. السلام عليكم. حالك يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل سيد ابراهيم. يا شيخ بالله يعني اللي اشتغل في جهه حكوميه. ايه. لكن ما فيش عمل بالنسبه لنفسي، يعني ما فيش عمل. اكثر الاحيان ما فيش عمل. باه. وقصدي اقلق في العمل، ما عادش عرفت ايش تدير، طيب العمل. أو نمسخ المثال الثاني يعني فين الانتقالات؟ سيد إبراهيم ما فيش عمل. أيوة. في مقر تمشي وتقعمز ولا ما فيش مقر بكل؟ لا في مقر مش ما فيش، لكن أنا جابت روحي شوية بالله. وهم طالبينكم للدوام؟ هو بيحاسبوك على الحضور والانصراف، وأنا ما نطلعش، قاعد في مكاني. مرات تمشي المكان داخل الشركة، تمشي الصديق والله جميل والله شيء اللي قاعد نحتاج هذه يعني انت يعني نشوف في روحي كأني هيك قاعد ناخذ مرتب وخلاص. بايد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي بارك الله فيك. الله يبارك فيك، تسمع الإجابة هاي. نبدأ بالأخ محمد من الخمس وعدتا، هو مازال شوية الأخ المهدي من الجنوب. أفضل شيء أراه لغسل الجنابة أن الإنسان يغتسل بداية بالماء المطلق كاملا، ثم يستعمل الشامبو والصابون كما يريد. وهو العكس جائز، أن يستعمل الشامبو والصابون أولا ثم يزيله بالكامل ثم يغتسل، حتى هو هذا جائز. لكن هنا قد يبقى شيء من الصابون أو من الشامبو على الجسم بدون أن ينتبه له، وقد يسبب لنا مشكلة إن ذلك العضو مثلا غسل بالماء والصابون أو بالماء والشامبو وليس بالماء المطلق. فالطريقة الأفضل أنك أنت تغتسل الغسل الشرعي أولا، ثم بعد ذلك تستعمل ما شئت من بقية المنظفات. ولو استعملت الشامبو أو الصابون هو الأول، لابد من التأكد أنه قد زال بالكامل، ثم بعد ذلك تبدأ في الغسل الشرعي. الأخ علي من طرابلس الحلقة السابقة أيضا يسأل عن تارك الرحم، لا تقبل منه الصلاة والصيام وهذه الأشياء. بالنسبة لمذهبنا، ما ورد من أحاديث بهذا المعنى في ذنوب معينة زي هذه، أو في مثلا من أتى عرافا لم تقبل منه صلاة 40 يوما، المقصود ليس حقيقة عدم القبول، وإنما المقصود التغليظ والتشنيع على صاحب هذا الفعل، التغليظ والتشنيع على قاطع الرحم، والتغليظ والتشنيع على المشاحن، والتغليظ والتشنيع على من ذهب للعراف ولم يصدقه وغير ذلك. أما عندنا إحنا
لو صلى من ذهب إلى العراف ولم يصدقه 40 يوما ما نقولولاش صلاتك باطلة. صحيح ليست الصلاة التي تكفر ما بينها من الذنوب أو الصلاة التي يرفع بها درجات، ولكن عند المالكية لا يقال له أعد الصلاة لأنها لم تقبل منك، ولا يقال لقاطع الرحم ذلك أعد الصلاة ولا أعد الصيام لأنه لم يقبل منك، فكصلاة أو صيام مقبولة. والحديث يحمل على التشنيع والتغليظ ولا يحمل على عدم القبول حقيقة، حيث نقولوا الآن أنت الآن مدام قاطع رحم لعاد تصلي لتصيم، معاش تصلي وتصيم إلا بعد ما تصل رحمك، هذا بعدين يولي زيادة على الإثم وزيادة في العدوان. نحن نقولوا له صلي وصيم لعل صلاتك وصيامك تردعك أو تمنعك من ذلك الإثم. قد يقول بعض الفقهاء بعدم قبول حقيقة، لكن مذهبنا كما قلت هو أنها للتغليظ والتشنيع، والصلاة مقبولة بمعنى لا يطالب بإعادتها بعد ذلك وتبرأ ذمته منها، لكنها ليست مثل صلاة من كان واصلا لرحمه أو صلاة من لم يذهب إلى العراف من حيث الدرجات ومن حيث تكفير السيئات ومن حيث تأثيرها في ترك المحرمات واتباع المأمورات. هذه أسئلة الحلقة السابقة. حلقة اليوم قال الأخ محمد من الخمس، قال تزوج بعد الأولى بعد طلاقها وعند منها صغار، وتزوج أخرى إذا توفي المنزل لمن؟ لكل الورثة. هل الآن المرأة الأولى إذا خرجت من عدتها أو كان الطلاق بائنا هل تستحق في هذا البيت؟ لا، لا تستحق. عندها صغار ولا ما عندهاش صغار، أولادها صغار ولا كبار، تزوجوا ولا ما تزوجوش، العبرة في الميراث بهل توفر السبب الذي يكون به الميراث، لأن احنا عندنا ثلاثة أسباب في الميراث اللي هو النسب والنكاح والعتق، ثلاثة ما عندناش غيرها. أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، اللي هي الأشياء هذه نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. فالآن المرأة إذا خرجت من العدة، كانت الطلقة رجعية وخرجت من العدة، انتهى العقد الذي بينهما الذي كان به الميراث اللي هو النكاح. لو هي ماتت قبله هو لا يرثها ما دام خرجت من العدة، ولو هو مات قبلها لا ترثه، لا فرق بين ذلك، عند حوش ولا عند ملايين ولا عند 3 جنيه. إذا كان ترثه ترث في الجميع، وإذا كان لا ترثه لا ترث شيئا بغض النظر عما يملكه، بتزوج غيرها ولا ما تزوجش، عند أولاد مجديدة ولا ما عندهاش، هذا كله لا يعنينا. الأمر الثاني، إذا كان الطلاق بائنا ولو لم تخرج من العدة، طلقها بالثلاثة ولا طلقها القاضي في غير المولي والمعسر بالنفقة، نقول هذا الطلاق بائن وعقد الزوجية قد انتهى. فحتى طلقها اليوم وتاني يوم توفيت هي أو توفي هو، لا يرث أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن سبب الميراث وهو النكاح قد زال بالطلاق البائن. إذن الأولى لا ترث شيئاً ما دام خرجت من العدة، أبناؤها هم أبناء له، وبالتالي ما دام أبناء له ترث الزوجة الثانية الثمن إذا كانت باقية على عصمته وقت وفاته، ترث الثمن ولو لم يكن معها أبناء، لأن ترث الثمن ولو كان له أبناء من غيرها. فالآن هني عند أولاد من المرأة الأولى، فترث هي الثمن سواء كان عندها أولاد منه ولا ما عندهاش، على كل حال ترث الثمن والأبناء يرثون الباقي إن لم يكن له أب وأم. إذن الزوجة الأولى انقطع سبب ميراثها إذا خرجت من العدة، وسألتني قلت لها ليها مدة طويلة، قال لي ليها مدة طويلة، إذن غالبا تكون خرجت من العدة ولا شيء لها في ميراث زوجها، كما أنه لا شيء له هو إذا توفيت قبله، لأن سبب الميراث قد زال كما قلت
وهي نكاح وولاء اللي هو ما يترتب على العتق والنسب، هذه هي أسباب الميراث الثلاثة. حتى ابن من الرضاعة ولا أخوه من الرضاعة ولا أبوه ولا أمه من الرضاعة، هذه كلها لا تأثير لها في الميراث، لها تأثير في الحرمة وكذا وعدم الزواج ورؤيتها بدون حجاب والكلام هذا، وعدم الزواج من أختها من الرضاعة، لكن لا تأثير للرضاعة في مسألة الميراث. الأخ إبراهيم من مصراتة يسأل، يشتغل في جهة حكومية ولكن لا يوجد فيها عمل. يا أخ إبراهيم، إذا أردت تحليل قرشك كان قالوا لكم تعالوا لابد ما تمشي، وإلا راتبك يولي حرام. إن شاء الله تمشي ترفع معاك سلطة وترقد غادي، مدام ما فيش عمل. المهم مدام طالبوك بالمجيء لابد، لأن احنا بلادنا نتيجة الوضع الكارثي اللي هي فيه سواء الآن ولا حتى هي مات القدافي، تجد هلبة متعينين هو ما يخدمش، هلبة متعينين في جهة والجهة هذه لا عندها مقر ولا عندها مكان تخدم وياخذ في المعاش. تفرق إذا كان ما لهاش مقر هذا يجوز له أخذ المعاش بشرط أن يفرغ نفسه لهم. يعني أنت ما يقولوا له تعالى أو درنا مقر وباشر يمشي، أما كان مشى يتوظف في وظيفة أخرى يصبح هذا الراتب محرما عليه لأنك ما فرغتش نفسك ليهم. كذلك هنا هم عندهم محل وقالوا لك تعال احنا نبوك جيت أنسنا وخلاص، ما فيش خدمة ما فيش خدمة، لكن لابد ما تجي. هنا إذا أردت تحليل قرشك لابد من الذهاب، لابد من استيفاء الواحد، وهم غالبا إذا ما كان في عمل مش حيتشددوا في مسألة الإذن، يقول له والله اليوم نطلع، يقول لك اطلع مدام هي هكي هكي، لكن إنك أنت ما تمشيش بكل ولا تمشي يوم في القداش وبتاخذ الراتب، الراتب هكذا يكون محرما. لأن احنا القاعدة الشرعية عندنا الأجير إذا فرغ نفسه لصاحب الأجرة، المستأجر فرغ نفسه له وكان السبب عدم القيام بالعمل أو الاستفادة من المنفعة هو المستأجر وليس الأجير، فالأجير يستحق أجرته كاملة بشرط أن يفرغ نفسه له. لما نضرب في مثال، جبت الصايب يبني لي سور بقداش اليومية بمية دينار، باي جاي من الساعة 8 اليومية تبدأ، مثلا تبدأ من 8 للعصر، جاي الساعة 8 هاي ولب لك والله ربع ساعة ويوصل، نص ساعة ويوصل، ساعة ويوصل، هو مقعمز يراجي فيا الآن، باي جاي لبلوك وين الشمنت والقزة، بقى راجي 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 لين جاي العصر هو مقعمز في جنبك. هنا يستحق أجره كاملا لأن فرغ نفسه ليك ومنعته من 100 دينار من مكان آخر، والتأخير منك أنت مش منه هو، كان هو قالك عندي برت مريضة ولا بنمشي نلعب كورة ولا ما صار ليش اليوم، تقول لا أنت السبب منك، لا تستحق أجرة. لكن لما كان سبب التأخير هو المستأجر اللي هو هني الدولة هي اللي كانت سبب في عدم المباشرة أو في عدم العمل، جابوا لي المقر لكن ما فيش عمل، أو ما جابوا ليش المقر زي اللي ما جاب ليش البلوك والبومشي والحاجة باش نبني. في كل الحالات إذا فرغت نفسي لهم وما توظفتش في وظيفة أخرى يكون راتبي حلالا، إذا توظفت في وظيفة أخرى بعد ذلك لا يحق لي طلب الأجرة، زي ما هذا الأجير اللي ضربته في المثال من اللي فاتت ربع ساعة وما جبتش البلوك قال لي عندي خدمة في مكان تاني والسلام عليكم، ومشيخ حصل 100 جنيه من مكان تاني، هل له بعد ذلك أن يطالبني بالمئة دينار؟ لا، مش من حقه، لأنك أنت ما فرغتش نفسك لي وإنما أخذت 100 دينار من مكان آخر. وبالتالي الخلاصة لابد إذا كان في مقر طالبينك للعمل والتوقيع لابد من التوقيع، قالوا لك وقع وروح وقع وروح، قالوا لك وقع وقعمز وقع وقعمز، قالوا لك والله تعالى يوم في الشهر ما دام فيش خدمة ما أمشي يوم في الشهر، لكن ما يقولوا لك تعالى يوم في الشهر وما تمشيش وتقول بناخذ الراتب، ما يقولوا لك تعالى قعمز معانا ولا قعد معانا وما تمشيش وتبي تاخذ الراتب، بعد ذلك يكون محرما. الأخ أحمد من مصراتة يسأل عن التحويل لتونس، إذا كان التحويل بعملة غير العملة التي تضعها
وكان دخول المال لحسابك اللي احنا الآن بنسموه حسابك، ولا الغرفة اللي انت فيها، ولا كذا، ولا صميه اللي تبي تسميه. يعني نفرض انني مثلا عندي صندوق بريد مثلا في تونس، وصاحبي لما قلت له اعطيتك 1000 دينار ليبي، بالله يحط لي في صندوق اللي مفتاحه عندي ني، حط طول 2000 تونسي ولا 1000 ولا 500 ولا اللي هو. واول ما ني سلمت لوكيل هني المال، هو وضع المال في درج اللي غادي هو لي ني، ما يقدر حد يستعمله. الآن الدرج هو الرقم السري هذا، مشيت غدوة نلقاهم، مشيت بعد سنة نلقاهم، مشيت بعد 10 سنين نلقاهم. إذا هكذا نكون قد حققنا الأمرين، مش مال بمال متفاضل، لأن ما دام ليبي وتونسي يجوز التفاضل فيه، لأن المال اللي العملة الليبية جنس والعملة التونسية جنس، يجوز التفاضل بينهما كما يريد المتبايعان. بيبيعوا التونسي بخمسة ليبي باهي، بيبيعوا الليبي بأربعة تونسي باهي، بيبيعوا راس براس باهي، بيبيعوا بجنيه بجنيه ونص، كله جايز. وبالتالي ضمننا عدم وجود التفاضل، وضمننا عدم التأخير إذا دخل لحسابي مباشرة، بحيث لا يمكن لأحد أن يأخذه من هذا الحساب إلا لي إلاني. وهذا ما يعبر عنه بالقبض الحكمي، بمعنى فعليا ما قبضتش فيدي حاجة، ولكن وجودها غادي في الشركة اللي عندي لها رقم خاص بيني، أو البنك اللي فتح لي حساب خاص بيني، مدام وصلت في ذلك المكان مباشرة فيكون التقابض قد تم حقيقة، مش فعليا ولكنه حكمي، لأن خلاص مدام خش غادي في حسابي هو ليني، أمتى ما نبيه نمشي نقبضه بهذا الرقم السري، ولا كان عندي مفتاح خاص ولا غير ذلك من الأمور. الأخ عبد السلام بن مغازي يسأل عن الجالية اليهودية وتعوضهم الدولة، وذكر كلاما هو صحيح وارد في القرآن، ولكن تنزيله على غير هذه المسألة. الآن إذا كان اليهود اللي طلعوا من ليبيا يبوا فلوس وبيحطوهم غادي في الكيان وبيحاربوا به المسلمين، هنا لا يمكنون من أخذ أموالهم، قولها تبي فلوس تعال هنايا وصرفها هنايا، وهذا وارد في الدية بنص القرآن. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ما قالش دية مسلمة إلى أهله. لماذا؟ لأن لو سلمنا للدية وهو طبعا هو مات هذا المؤمن، وأهل عدو لنا لما بنعطوهم الدية يستعينون بها على قتال المسلمين. فاليهود الآن ما ينفعش نقول له والله عندك قضايا حق، هاك تعال خذ مليار ولا زوز مليار وجيب بيهم سلاح اقتل بيهم باقي المسلمين واحتل بيهم باقي البلدات وساوي بيهم أراضي الزراعية، ما ينفعش الكلام هذا. وهذا بنص القرآن أيضا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تعال هنايا وما ترفعش فلوسك لليهود اللي يقتلوا في المسلمين، والإسلام دين سماحة وكذا، ونعطيك حصتك. الإسلام دين سماحة حقيقة، ولكنه ليس دين، يعني الكلمة ما نبيهاش تنحسب عليا، يعني ليس مغفلا يقول لك والله يعني سميح وهاك خذ فلوسك ومشي اقتل بيهم الثاني، هذا ما يصيرش. اقتل بيهم خوي الثاني. بقية الآية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن تبر من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يعني التولي الكافر الذي يحارب الإسلام ويحارب المسلمين، سواء كان اللي حاربهم إحني ولا إخوتنا المسلمين في فلسطين ولا في غير فلسطين، ما ينفعش الآن نقول الكلام هذا. ما ينفعش مش لأنني ما نبيش نقول، لا، ما ينفعش لأن ما تعطيه الدولة إحدى الدول الإسلامية لليهود ليتقووا به على قتال بقية المسلمين أو على تشريدهم من أراضيهم أو التضييق عليهم أو على الأقل تقوية اقتصادهم،
هذا كله ضد الإسلام. فكيف أجعل أموال الإسلام فيما يضر الإسلام؟ ينفعش الكلام هذا. أنت قلت بعد ذلك كيف نحرق المقرات وكذا، أنا معك في هذا، لأنك أنت جبت مجموعة أمور في شيء واحد. كيف أني ننصر القضية بحرق وزارة الخارجية، ولا بتسكير الطرق على الناس، ولا بحرق الطرق وحرق ممتلكات المواطنين؟ هذا حقيقة لا يجوز، وهذا قلناه ألف مرة. تبي تدير مظاهرة، دير مظاهرة صح. أنت الآن شو استفاد الفلسطيني لما تشيت النار في الطرق، ولا لما حرقت وزارة الخارجية ولا كذا؟ ما استفاد شيء. صحيح الآن شكره، لكن الطريقة غلط. ما نبيش ندخل في النوايا وعلاش يحرق وعلاش كذا، لأنه واضح هذه ما 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 تبيش فقي. يعني 7000 مرة اليهود يخشوا المسجد الأقصى ويدنسونه ويقتلون المسلمين في جنين وفي غير جنين وفي غزة وفي غير غزة، ودعونا إلى مظاهرات ما طلعش حتى واحد، واللي طلعوا معانا عدد قليل جدا. وبعد قداش من الدعاية لهذا الخروج وكذا، والله ما في واحد لا تش نار ولا سكر طريق ولا مشى لوزارة الخارجية ولا غيرها، لأن فعلا همه نصرة القضية. أما ما حصل الآن، يعني هذا اللي ما طلعش في ذلك الوقت مع الدعاية وطلع الساعة 3 في الليل يتش النار في كل تركينة ويحرق، يعني إذا سلمنا له بنيته، لأن لسنا محاسبين بالنوايا وأمرها لله عز وجل، لكن الطريقة خطأ 100%. إذن مش معنى أن خدينا الفلوس من اليهود ما نعوضهمش، ومش معنى أن نعوضهم إنه أننا نعينهم على قتال إخواننا، أو على الأقل على طول التشبث بهذه الأرض المغتصبة. وضرب أمثلة بما فعله عمر بن الخطاب، وهذا صحيح. كان إحني الآن بدل اللي صار إحني خشانا للأقصى، وتقول لي شو رايك نقتل اليهود ولا نتشفح ويزهم النار ولا كذا، نقول لك لا، اللي خذوه بدون وجه حق خوده، والباقي ما لكش فيه علاقة. لكن الإشكالية مش إن إحني فتحنا القدس وبنسامحوهم زي ما سيدنا عمر بن الخطاب دار، لا، القصة احنا ما نبغوهمش يعتدوا على مقدساتنا، ما نبغوهمش يعتدوا على إخواننا المسلمين. هذه هي القضية، والقضية هذه لا تحل بما قلته أنت، مع أنه أمرنا لو كان اليهود هادو، لو كان اليهود مثلا من الطوائف اليهودية، تيقنا يقينا إن من الطوائف اليهودية غير الصهيونية الذين لا يقولون بأرض الميعاد، وهم يحاربوا في فكرة إقامة الدولة في فلسطين، من تو نقول لك إن شاء الله عندهم مليار برا فحلهم طول، لأن هذا حقهم، وضامن أنه لا يستخدمونه في ضرر المسلمين، بالعكس بل قد يستفيدون منه في جذب أناس من اليهود إلى قضيتهم، وقضيتهم هذه فيها فائدة لنا. باهي، هذا كلام كويس، لكن نعطيهم لليهود اللي في إسرائيل أو في الدولة اليهودية باش يدفع منهم الضرائب للدولة، وباش يتبرع منهم، وباش يتجند بيهم، وباش يجيب بيهم سلاح، وباش يجيب بيهم بلدوزر ولا غيره يجرف أراضي المسلمين، هذا لا يقول به الدين وليس صحيحا. نقول لحقك محفوظ وعندنا، هذا على فرض أن فيه حصر، أو أعرف مجموعة باعوا من اليهود باعوا، وفي مجموعة فعلا اغتصبت أموالهم، لكن أموالهم ترد بالطريقة التي لا تضر ببقية المسلمين، لأن حفاظنا على حياة المسلمين وعلى أملاكهم وعلى مقدساتنا أهم من حفاظنا على أموال اليهود الذين صاروا الآن في هذه الحالة نعتبرهم محاربين. فهذه مسألة وهذه مسألة، والخلط بينهما غير صحيح. الأخ سليم من وصراته يسأل عن الصلاة في المسجد فرض أم ماذا؟ اختلف فيها على أقوال كثيرة. القول الذي يقول به المالكية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة،
وذكروا لذلك أدلة كثيرة، منها الحديث المشهور هذا على التطبيق: صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ، أو تفضل صلاة الفذ ب25 مرة أو ب27 مرة. إذا كانت الصلاة في المسجد واجبة فلا يكون هناك تفاضل في الخير بين الواجب وبين المحرم، لأن الآن أنا صلاتي في البيت، إذا كان صلاتي في المسجد واجبة فصلاتي في البيت محرمة، فكيف يقول خير أو تفضل كذا؟ لما يقول خير معناه في هذه خير وفي هذه خير، ولكن صلاة الجماعة أكثر خيرا، أو في هذه فضل وفي هذه فضل، ولكن صلاة الجماعة أكثر فضلا. فهذا الحديث التخير بين هذه وبين هذه يدل على أن كلاهما خير، ما دام كلاهما خير لا تكون الصلاة في البيت محرمة. وذكروا مجموعة من الأدلة، منها أيضا مسألة من أكل توما أو كراتا فليعتزل، أو بصر فليعتزل مساجدنا. لو كانت الصلاة في هذا دليل من أدلة المالكية، لو كانت الصلاة في المسجد واجبة لحرم الله أكل التوم والكرات والبصل واللي سماها النبتة الخبيثة، ولم يأمر من أكلها بعدم الذهاب إلى صلاة الجماعة، لأنه إذا كانت صلاة الجماعة واجبة فكل ما يؤدي إليها فهو واجب، وبالتالي عدم أكل التوم والكرات يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا مذهبنا، بعضهم يرى أنها واجبة والبعض أنها يراها واجبة وتبطل الصلاة في المسجد في البيت، وهم قلة، يعني إما سنة وهذا الأكثر قالوا به، وإما أنها واجبة والصلاة في البيت صحيحة، وإما أنها واجبة والصلاة في البيت باطلة، وهذا قلة اللي قالوا به. إذا كان في وقت مازال لا أدري. هبة أقل من دقيقة، قال: هبة الابن الأب لأبيه، هل تحرم الابن من الميراث؟ إذا حاز في حياة أبيه لا تحرمه من الميراث. يعني واحد عنده حوشين قال: والله حوشي هذا هبة لابني المعين، إذا كانت هبة شرعية بمعنى لأنه أكثر برا به، أو هو فقير والتاني أغنياء، أو هو الذي ما يخدم معاه والتانيين لا، قال: بيتي لفلان وفلان، هذا أخذ هذا البيت. عندما يتوفى هذا الأب الواهب يكون للابن حق في البيت الآخر، مش نقول له: والله أنت خذيت البيت الثاني كله فما تجيش تخاصمنا في هذا البيت. لا، الهبة بشروطها الصحيحة لا تحرم الموهوب له من بقية ميراث مورثه، بل يكون له الحق فيها كاملا لأنه من حقه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم كانوا لحاجتنا حضورا، سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى، ونشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.